السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ استسمح اموركم هانيه، نتمنى ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير وعلى خير، اموركم تكون مزيانه يا ربي. كي دايرين مع رمضان؟ اليوم ان شاء الله اليوم السبت، بديت معكم عاود رمضان. استسمح الفيديو من الطوموبيل. يلا جيت عند السيده اللي كتبيع لي زارتيكل ديال ايكيا، شوب باي نانو، اللي ديما كنبارطاجي معكم. خديت عندها واحد لا كوموند، كنت ديجا دوزتها، جيت خديتها عندها. بالمناسبه البنات اللي ديجا يتعاملوا مع نوال، الا كنتو غتمشيو عندها اتصلوا بها قبل، لان باش تقول لكم الوقت وهذا. راكم عارفين دابا رمضان الانسان تيكون خارج، تي عنده بزاف المشاغل، وهذا هادي غير فكره باش نقولها للبنات، اتصلوا بها قبل، علموها باش ديك الساعه هي تفيكسي معكم الوقت فاش تدوزوا ان شاء الله لا كوموند ديالكم. بون غادي نخرج دابا، نمشي، غنمشي نيت انا وياها، راه كنتسناها تنزل، نمشيو للكوماسا، نمشي نشوف خاصني دي زارتيكل، الا لقيت شي حاجه ان شاء الله راه غادي نبارطاجيها معكم. المهم الا كان شي حاجه كتستدعي ان البارطاج، راه غتشوفوني نبارطاجيها معكم، وغنجيب دويره تما في المحلات اللي كاينين تما في السلام، حيت ديك البلاصه تبارك الله فيها كاين لو شوا ديال لي ماغازان، كاين فين غادي تمشيو، كاين ما تشوفو تبارك الله، كاين ما تبقشو تبارك الله. السلام دابا راه عمر بالمحلات دوك ديال 5 دراهم 13 درهم، ما شاء الله وليتي فين ما درتي كتلقاي محل، ومحل كيختلف على الاخر، كل واحد كتلقاي عنده حاجه مختلفه على اللي كاين عند الاخر، هادشي اللي كيعجبني تما. دونك فاش كنمشي وصراحه كتبقى كوماسا احسن واحد كيجيب هذوك الاواني، وهذا جو بونس بحكم انها مرا عارفه العيالات شنو تيبغيو، وعارفه زعما شنو اللي كيتواتى في الكوزينه، وعاد الاخرين حتى هما ضروري ما كتلقاو عندهم شي حاجه باش ما نطيحوش كي كنقولوا السوق على الاخرين. ممكن واحد الحراره، انا غير جالسه وتنعرق غير بوحدي. هيا نوال جات، قلت لكم استسمح، كاينه واحد الحراره ولابسه انا الكحل، انا كنت في التوريشه كيصحابني كاين البرد، الساعه كاينه حراره. المهم البنات تنتلاقاو ان شاء الله في الا كان ما يتصور نبارطاجيه معكم. صراحه البنات كانوا دي زارتيكل زوينين عندهم، ولكن راكم عارفين السبت كتكون الدنيا عامره، ما صبتش هكا نصور لكم. هنايا فقط بعض اللقطات خديتهم لكم من المحل ديال كوماسا ديال 13 درهم، حمقوني هادوك الزليفات هادوك باللوينات، وكيف ما شتوريتكم كاينين حتى الكيسان ديالهم. مهم كاين الله شوا تقدري تحطي الطبيله ديال رمضان متوله غير باثمنه جد مناسبه. نفس الشيء حتى خميسة اللي كيبيعوا لي زارتيكل هكا ب5 دراهم، حتى هما عندهم دي بون بلون، بحال مثلا دوك ديال البيض، المهم عندهم داكشي غزال ما شاء الله. بون البنات انا دخلت، المهم صورت لكم على براش بزاف، ويلا واحد اللقطه شويه عندكم مسا، جيت 13 درهم حيت كانت الدنيا عامره، من بعد سنا لسوق الحد. المهم انا غادي نوريكم اشنو خديت بالنسبه لعندكم مسا، خديت هاد لي فاز هادو زويونين هانتوما كي كيجيو هكا طالعين من الجناب، هادو 13 درهم، خديت عندها جوج. المهم هادشي اكيد غادي يتغسل، كلينيكس المسند الرسمي فين ما مشيت هذا كاين دائما عندكم المصا. نوريكم خديت هادو هاد الوريضات هادو 13 درهم الوحده، خديت هاد الموديل هذا باش نوضح لكم مزيان، كيجيو هكا طوال، ولكن نتوما على حساب البو تقدروا هكا تقطعوهم من التحت ولا تنيو هاد الحديده هادي. خديت هاد الشكل هذا، هادو راه مختلفين، هذا شويه بلون كسي وهذا بيض، ما ماشي بحال بحال. وخديت عاوتاني هاد الشكل هذا حتى هو راه مختلف عليهم، نتوما الحال بينهم عندكم شفتو، وهذا كنت بيت منه جوج ولكن لقيت هادي اللي بقات فقط. صافي هادو بيتهم على حساب الصالون، خديت عندها 4. خديت هاد الصباصات هادو سامبل في الغوز، عجبني هاد اللوين هذا، عرفتي بنتي عليا ميتة بالضحك، قالت ليا شريتي عاوتاني المعنى هادي ما باقيش غادي نشري المعنى، قلت لها لا راه ماشي شي حاجة، هي تقول ليا إيوا هادو كنت تيفرقوهم عطاهم ليك فابور، دابا أنا كنجبد وهي كتكتشف، ميتة بالضحك فاش شافتني جبدت الطباس اللي خرجت فيا عينها زعما من نيتك. المهم
خديت هادو في الغوص، صراحة ما عنديش الغوص وعجبوني هادو، الشكل ديالهم جايين سامبل وفيهم واحد اللوين زويون، واخا في الكاميرا راه ما باينش مزيان. خديت منهم ربعة، كتعرفوني انا ديما الحاجة كناخد ربعة ربعة. خديت هاد القريعات هادو الصغار، هادو خديتهم على حساب عندي واحد العراضة غدا، وانا نوريهم نوريكم ان شاء الله من بعد. سوا غتلقاو في الفيديو نيت اليوم فاش غنسالي، غادي نقدم معكم حيت من اليوم ان شاء الله غادي نبدا تحضير العرضات غدا الفطور. هادو خديت منهم 10 هاد القريعات، هادو حتى هما 13 درهم الوحده، وهاد الطباسل هادو حتى هما 13 درهم. هادشي اللي خديت في كوماسا. صافي مشيت من بعد للسوق، خديت هاد السليفات هادو، دفنوني انت حمقو. هادو البنات كاينين عند سميتو دايرين عند صحاب الما، دايرين 13 درهم. هادو خديتهم عند واحد السيد في السوق داير ليهم 8 درهم. هانتوما ما عرفتوش باين لكم الديزاين اللي كاين هنايا، كاين بحال الراس ديال شي سبع وكيجيو هكا فنيوني، عرفتي كي غيجيو في الحطه غزالين. كي قلت لكم 8 درهم بالوحده، خديت منهم ربعه. بالنسبه لهاد السيد فين كاين عرفتو الحسن اللي كنت كنعت لكم، كاين في السوق النموذجي اولا مع السوق الجديد هذاك اللي تابع السوق الحد، كتنزلي مع دوك الدريجات الدوره الاولى على يديكم اللي من كدورو، كتلقاو هاد السي حسن اللي قلت لكم كيبيع البلاستيك مواد البلاستيك. هذا مزدي معاه، كاين مزدي معاه، عنده هاد الشيء ديال الديكورات غزالين فني. غنوريكم اش كنت عنده كامل عاد نجي حاجه اخرى. شوف هادي غير الرافيه بغيتها، خديتها عند اللي كيبيعوا الفاكهه وحطها هادي اخر. خديت عندهم هاد السبوره هادي، نتوما كتجي غزاله هكا على شكل وريضه، كتجي ترونسبارون بحال شكل كريستال. هي بوخت بوجي كما تقدروا ديروها مبخره اللي بغيتوا، انا نحطها هكا غير بحال شكل مبخره. هادي دايره 15 درهم، عجبني الشكل ديالها. وخديت عندهم هادو واخا مسخين، هادو خديتهم على حساب الشومبر ديال بناتي، كيجي هكا فيهم ليكورن هكا الراس ديال ليكورن. خديت جوج دايرين 7 درهم الوحده، هادو البنات راه كنشريهم غاليين. هادو هكا كتحطوا فيهم لي زاكسسوار المهم اللي بغيتي، ولا هكا نيت في الدخل هاد الباب ويتحطوا فيهم السوارت، عطا الله ما ديروا فيهم. انا كي قلت لكم خديتهم غير على حساب الشومبر ديال البنات، انا هادو كناخذهم نورمالمون بحال هادو ب 60 درهم، عندي واحد الديزاين واخداه لبناتي فيه يمكن ماشي شاش 60 درهم، هادو خديتهم في السوق غير 7 درهم. ودائما غير الانسان يبقى يقلب، عرفتوا اللي كيبيعوا المواد هاد البيضين والله الا كتلقاو عندهم الهنوزات. وبقى شي حاجه انا خديت هادي هاد السباتول هادي، ودي وقيله واش 13 درهم، 13 درهم باش خديتها هكا صغيوره سامبل زوينه بديع شي بلاستيك. هادي زعما هادي هادي راه غير مزيره على راسي، المرا عندي حويجات غزالين غير زيرت على راسي باش ما نشريش. وقوتا قوتا واخا عندي الحساسيه وقاصحه، ولكن ضروري هادي سالت ليا. انا هادي هي اللي كناخد دائما، هاد الريحه هي اللي كتعجبني ديال الورد. خديت هادو هاد الكريسات هادو، ولكن انا خديتهم على اساس فيغين فنيونين حلوين البنات، نتوما كيجيو صغيورين قياس تقريبا ميم با 4 الصبع، كانتوما من التحت كيفاش دايرين كيجيو بحال فيهم هاد الحبيبات هادو كيجيو زويونين. الباكيه فيها 26 درهم، لقيتهم في السلام 46 درهم. كانت نيت معايا نوال، يعني هادشي اللي خديت في السوق. هادشي كنوريكم شنو خديت على نوال. جيت دست عند شوف الرايس الحينة، راه ديجا بارطاجيتها معكم. وبالمناسبة البنات كتسولوني فين كاينة، فين عندهم المحل في الجهادية، شتي الدوبل فوا ديال الجهادية داك اللي كاين عند رون بوان ديال سوق تلاتة، طلع منيشان بحال غادي للجامع ولا المركب الثقافي، المهم داك الدوبل فوا ديال الجهادية راه واحد اللي كاين معروف، غطلعو مع النيشان على يديكم اليمن قبل الشركة العامة، قبل لابوك ديال الشركة العامة راه حدا غيبان ليكم سوبر مارشي البركة تما فين كاينين. خديت عندهم البراد، خصني براد في الدهبي، هو هذا كيجي بحال شكل ألادا معرفتش واش وقت ليكم أصلا نحلو الفيو، فوالا سمحوا لي على صداع البابيي.
هانتوما شفتو كي كيجي الشكل ديالو مختلف ومغاير. هادو ديال فاس وراه مطبر فيه 5 د النجمات، هاهي باش ما نعنيكمش بالضو، وكيبان شي حاجه كاليتي وثقيل، شي حاجه زوينه. نجي قلت لكم بحال شكل د انادا، وهنايا منقوش ان شاء الله واضح لكم. هذا الموديل الكبير، هذا تيقول فيه شي 500 وشي حاجه، خلى عليا غير ب 400 400 وشي حاجه، المهم شحال ما عقلتش بالضبط. مع الزربه وشاي بحال الفوق، نوريكم واش ما خديت عندنا والو اصلا. هادو خديتهم في صاكا، وانا ولا راه كتخرج عليا في ما بلا شي ميزه ولا شي بون بلون، كتبدا تصيفط ليا بانوا ليها هادو في صاكا، وهي تصورهم وصيفطتهم ليا، كانوا دايرين لهم 19 درهم، وانا نقول لها واخا خدي ليا معاك، فين ما بانت ليها شي حاجه ما كتصيدش، كتقول لي ما نصيدش بوحدي، نصيد انا وياك. المهم ها هو خديت هادو، خديت فيهم 4 في الذهبي، وخديت في لاجونتي تا هما، تا وصلوهم ونوريهم ليكم. خديت هنايا السرغينه، ها هي خديتها كونتيتي شويه كثيره. خديت هاد الكو، هذا كان برومو ديال ايكيا، كان صيفطاتو ليا كان برومو لي بخي البنات، والله ما عقلت معاه، كنخلط كلشي ما كنعقلش اكزاكت على لي بخي. المهم انا هذا عقلت فاش كانت صيفطاتو ليا، قالت لي راه برومو عندك، عاوتاني تقول لي ما علمتكش. هادي كنت ديجا خديت، ها هي زدت منها وحده، هاد واقيلا واش شي 70 درهم دايرين ولا ما عرفتش. المهم كيف لكم لي بخي البنات، والله ما كنعقلش. هادو عندي الكبار، خديت الصغار حيت كيبقاو ليا دي زيسباس لي صغيورين في البلاكا، داكشي علاش جبت هادو. اشوف معايا ها هما لي سو بلا لخرين، هادو في لارجونتي، شفتوهم كي كيجيو كيجيو غزالين. انا خديت هاد الشكل هذا مختلف، ما عنديش هاد الموديل هكا، هما هما لي كاينين هنايا. وهذه هي مسكينه اللي خدات عليا، حيت عندي كاسرونات وهكا د الكرانيت، وملي كنستعملها كشي كريمه ولا كنبدا كنخلط بالخلاط هذاك د الحديد اليدوي، وديما كتقول لي راه تخرجي على دوك الكاسرونات، ومشات مسكينه خدات ليها وحده وخدات ليا حتى انا وحده. بون كانوا هادو هما لي زاشان، ندوزو دابا نوجدو ان شاء الله الفطور البنات. هادو بعدا راه ماشي عندهم غير 13 درهم، عاد تفكرت هادو عندهم غير 5 دراهم، حيت حتى زيت كنخوي كنحط كل حاجه بلاصتها، وانا ولقيت هادي نسيت ما بارطاجيتها معكم. شوفوا بوخت سيغيات صغير ورفني، وانا حليوها ب 5 دراهم. هادو كلهم جبت لكم عند محل ديال خميس، هادو 5 دراهم و 13 درهم راه كون ناسها، هما محل واحد هذاك. دابا غادي ندوز باش نبدا نوجد الفطور. هنايا اول حاجه غادي نصايبها هي الكفته على حساب البرجر. عندي هنا واحد الكميه ديال الكفته، زدت عليها واحد البصله صغيره محكوكه وبيضه كامله، كنزيد كذلك هنايا شويه ديال التحميره بالنسبه للعطريه، شويه ديال الثومه بودر، الا كانت بودر احسن، ما كانتش صافي استغناو عليها، ما ديروش الثومه عاديه صافي. درت البصله بودر، درت شويه ديال المليحه، درت كذلك شويه ديال البزار، وكندير شويه ديال البودر ديال البصله، والقزبر يابس مطحون. صراحه انا هذا كنعتمدو في جميع انواع ديال اللحوم، كيعطي واحد لوكو زوين. هنايا واحد الاضافه، كتزيد واحد البنه غزاله للكفته ديال البرجر، جربوها البنات وردوا عليا، هو الكاتشوب. غادي نخلط الخليط مزيان، وهنايا استسمح غادي نستعمل ايديا باش هكذا كنعرف ان المكونات كلهم دابجوا مع بعضياتهم. عاد غادي نحطها جانبا، نخليها باش تشرب شويه هذيك العطريه على الاقل واحد الساعه ولا ساعتين، باش كتجي بنينه. بالنسبه الا جاتكم الكفته جاريه غتزيدوا ليها لا شابلور، بحكم كاين البيض والكيتشوب. صافي هنايا غادي ندوز نصايب التحليه. عندي هنايا ترود الحليب، ثلاثه المعالق كبار ديال النشا عامرين مزيان البنات، ونص كاس ديال السكر. غادي نضيف كذلك واحد الفاني، وغادي نضيف ثلاثه الساشيات ديال الكاكاو اولا ثلاثه المعالق كبار ديال الكاكاو، يكون نوعيه جيده ضروريه البنات هاد القضيه. المهم على حسب نتوما الكاكاو اللي عندكم،
انا كان عندي الكاكاو داك اللي كحل بزاف ما كيعجبنيش، داكشي علاش استعملت هادو الساشيات كان احسن. وكاضافه نسكافيه لاتي حتى هي غنزيدها وجربوها البنات، هادي خطيره، المذاق ديالها غزال بزاف، كناخدها غالبا في اتقدا وكتطلع ارخص. صافي غنخلط الخليط مزيان تينسجموا العناصر مع بعضياتهم، وغادي نردو فوق النار حتى يعقد ويشد فراسو، عاد غنحيدو وغادي نضيف ليه جوج ديال هاد بيرلي، وغادي نخلط الخليط مزيان تينسجموا العناصر مع بعضياتهم. بالنسبة لي ما توفرش بيرلي تقدروا ديروا دانون طبيعي، ولكن صراحة بيرلي كيعطيها مذاق احسن. ناخد المول، فاش غادي نخدم ناخد الحليب، غادي ضفت لي كذلك ساشيه ديال نسكافيه لاتاي وخلطت مزيان. هنا يا البنات نتوما تقدروا تنسموا هاد الحاله باي حاجه بغيتو، ما اللي ما بغاش يدير ديك نسكافيه لاتاي تقدروا ديروا نسكافيه عاديه، اولا تقدروا ديروا نسكويك، المهم كيبقى لكم الاختيار. انا كتعجبني باللوغو ديال نسكافيه لاتاي. هنا خديت بسكوي اي نوع عندكم، كنغمسو في هذاك الخليط ديال الحليب وسميتو، ودرت به طبقه وريتكم هنا البسكوي باش خدمت. هنايا تمسحات ليا هاد اللقطه، صافي اون فوا خويت البسكوي، اون فوا صدفت عفوا البسكوي، درت الطبقه ديال الكريمه، ومن بعد جيت ندير الكاناش. بالنسبه للكاناش درت 150 غرام ديال الكريمه، 150 غرام ديال الشوكولات، ودرتو فوق البوطه حتى ينسجموا مع العناصر مع بعضياتهم. هنايا عندي لاباط ديال البيتزا وعندي لاصوص، ديجا كلشي عندي في الثلاجه. صافي جبتهم درتهم اليوم في الفطور باش نحيدهم. من بعد ما وجد الكناش ونسجم الشوكولات مع الكريمه، جيت فرغته فوق الحاله ديالي، وهنايا غادي ندخلو للثلاجه باش يبرد، لانه معطله والحاله كيبي شويه يبرد باش يقبض في راسو. غادي ندوز نكمل البيتزا، درت عليهم بالطون، راكم عارفين المراحل ديال البيتزا، انا كتعجبني عامره بالطون بالبصله بالشامبينيون. وهنايا هاد الصوص تشيزي صراحه ما زوينه، شريتها ليكم كتجي جاريه بزاف، ما عجبتنيش لوغو ديالها. مهم من بعد ما قطعت لي برجر على جوج، كنجي اول حاجه كنديرها هي هاد الصوص، اولا كندير صوص بيجي حتى هي الا كانت كتعطي واحد لوغو زوين. من بعد درت الخس، ما كنقطعو ما والو، كنهزي طريف الخس كامل وكنحطو، كندير كذلك من الفوق ديالو الطماطم. هنا الكفته انا الطياب ديالها كنطيبها في الفران، ما كنصدعش راسي معاها في المقله وترول ليا الدنيا والزيت تبدا تقطر، كنديرها هكا في الفران كتجيني سهله. غير اون فوا كطيب كنطفي عليها الفران، وكنجي كندير فوقها الفرماج ديال الساندويتش مباشره، وكنخليها واحد الدقيقه ميم با، وكنخرجها باش هكا داك الفرماج كيدوب كيجي صراحه كيجي زوين احسن من الا حطيتو هكاك. صافي وغادي نستمر بنفس الطريقه حتى نكمل لي برجر اللي عندي كاملين، ونخليهم حتى الوقت ديال التقديم عاد تنسخنهم، لان ما يمكنش نجلس حتى الساعه بساعه عاد نبدا نوجد نجري من هنا من لهنايا. ايوا صافي البنات، هذه كانت هي الطبيله ديالنا ديال الفطور ديال اليوم، الطبيله ديال الزربه هي اللي درت ليهم اليوم، حطيت لهم هكا كما العاده تمرات شباكيه والبريوات المسائل المعسلات الاخرين. هذا هو البرجر كي قلت لكم ملي بغيت نحطو، شعلت على الفران تسخن مزيان وطفيته، وحطيت فيه لي برجر شويه وعاد حطيتهم ليهم. هذيك البيتزا درت كذلك معها بطاطا في الفران. هنايا الحاله صراحه ما باقي ما شدش فراسو مزيان حيت شتو راه زربت عليه كي كنقولوا، حطيته هنا غير باش نصوره لكم وريتكم الطريقه باش زينته، وعاد دخلته للثلاجه خليته حتى برد مزيان على خاطره، يعني ما كلاوش وقت الفطور حتى لديك ال11. درت لهم سلطه فخوي، قطعت لي فخوي درت معاه الليمون، وحطيت لهم هنايا لي صوص على حسب اللي بغى يزيدهم البرجر. وهنايا بالنسبه لهاد الكيسه اللي كيبانوا لكم راه واحد العصير وواحد حطيته على حسب سلطه فخوي، اذا يبانوا لكم قوه الكيسان ما غتفهموا والو. صافي المهم حاولت هكا نوع الفطور، واخا هو صراحه بيني وبينكم راه ماشي فطور متوازن، ولكن كنحاول ما اكثر هكا ندخل الفواكه ندخل الخضار. كان هذا هو فطورنا اليوم، غنقول لكم السلام عليكم، تهلاو في راسكم.